السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجميلة في ريفيت 2020 إن أنا عندي بقدر أرسم الوول بشكل بيضاوي. في 2017 و18 و19 مكانش فيه الموضوع دوت. في 2020 أقدر أقول له أركتكتشر وأقول له أنا عايز أرسم وول، فليه عندي هنا الشكل الإليبس، أقدر أقول له أعمل لي الحيطة بالشكل دوت. أقوم بديله المسافة من هنا لهنا والمسافة من هنا لهنا وأنا برسم، خلاص يبقى عندي الشكل البيضاوي اهوت.